الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، مرحبا بهذه الوجوه الطيبة الطاهرة، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ومستقر رحمته. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في شرح صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في كتاب العلم، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار أياما معينة يدرس فيها العلم لأصحابه ويعظ فيها أصحابه خشية أن يسأموا، أن يملوا. تخيل هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأعلم الناس بالله، وكان لا يتكلم كثيرا حتى لا يمل الناس، وإنما يختار أياما معينة يعظ فيها أصحابه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا الحديث في غاية الأهمية، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وفيه نصيحة عظيمة لو عمل الواحد منا بها لتغير كثير من أمور حياته. بشروا ولا تنفروا، قال يسروا ولا تعسروا، أي تعامل مع الناس باليسر، ولا تشدد على الناس ولا تعسر على الناس، فالدين يسر، فكن سهلا لينا مع الناس. تخيل لو أن الناس أخذوا بهذا الحديث في جميع أحوالهم، الموظف وهو في مكانه يتعامل مع الناس باليسر، وصاحب السلطة وصاحب الجاه والمكانة يتعامل مع الناس باليسر، كيف يكون حال الناس؟ الأمر سيكون فيه خير وفيه بركة وفيه يسر على الناس. لكن أنت مثلا ممكن تروح مكان تجد من يشدد عليك ويصعب عليك الأمور ويعسر عليك فيضيق صدرك وتهتم وتغتم، بل لربما تدعو عليه بسبب أنه ضيق عليك في رزقك وضيق عليك في معيشتك، بسبب أنه بيعسر الأمور. المسألة ممكن تمشي وهو لازم يشدد عليك ويصعب عليك وروح هات لي كذا واعمل لي كذا واعمل كذا حتى يشدد عليك الأمر. لكن التيسير حتى في النصيحة، ولذلك قال بعدها: وبشروا ولا تنفروا. حينما تتعامل مع إنسان بشره بالخير، تتعامل مع مريض بشره بالشفاء، لكن تنفر الناس، تشدد على الناس في النصيحة. تتعامل حتى مع إنسان عاصي لله تقول له: يا أخي لا تقنطهم رحمة الله، مهما عصيت الله ومهما أسأت ومهما أخطأ، اعلم أن رحمة الله واسعة وأن فضل الله كبير وأن الله غفور رحيم، فقط أقبل أنت على ربك وتب إلى الله وارجع إليه واعمل عملا صالحا فستجد ربا غفورا رحيما وربنا مش هيضيعك وما تخافش وهكذا. ما أنت بتعمل إيه؟ بتبشر. واحد مقبل على دراسة، مقبل على وظيفة، أنت بتبشره تقول يا أخي أبشر خيرا، إن شاء الله ربنا يوفقك وهتقبل في الوظيفة دي، إن شاء الله السفرية اللي نفسك فيها في طاعة الله هتروحها، وهكذا. لكن تيجي تقول له ابقى قابلني لو عملت كذا، واحد يقول لك ابقى تف على وشي. طب ليه يا ابني يتف على وشك ليه؟ يقول لك ابقى قابلني إذا فلحت. لا، سيفلح بإذن الله لو أخذ بسبل الفالحين واعتصم برب العالمين، سيفلح رغم أنفك. لكن لا تعسر على الناس، لا تشدد على الناس في أمور دينهم، بعض الناس ينفرون. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ بن جبل رضي الله عنه
لما صلى بالناس العشاء بسورة البقرة وأحد الشباب ترك الصلاة وصلى وحده، فمعاذ عليه رضي الله عنه قال إنه منافق، فغضب هذا الشاب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل معاذ. قال الراوي راوي الحديث: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة كغضبه في هذه الموعظة، يعني غضب على معاذ وشدد على معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ شوف الكلام شديد قد إيه، أفتان أنت يا معاذ؟ يعني هتتسبب في فتنة الناس في دينهم، هتخليهم يتركوا الصلاة، يكرهوا الصلاة، زي بعض اللي بيصلي بالناس، عمال بيصلي ويطول في الصلاة يطول في الصلاة، والناس وراء يعني منهم من يلعنه، يقول يا عم خلاص زهقنا منك، صوتك وحش وبتقرأ غلط وحاجة صعبة، خلص، واللي وراه مشوار والمريض واللي عنده حاجة وهكذا. قال: أفتان أنت يا معاذ؟ من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، في ناس كبيرة في السن مش قادرة تتحمل، في إنسان ضعيف، في إنسان مريض لا يتحمل طول القيام وهكذا، فخفف بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد على معاذ في الموعظة، ليه؟ لأنه يتسبب في نفرة الناس، حتى حينما تعظ الناس في دين الله تبارك وتعالى كن لينا، انت مش في موطن جهاد بتحارب، في فرق ان انت بتقاتل في سبيل الله يبقى ايه؟ غليظ شديد لانك بتقاتل، لكن في مقام الدعوه لابد ان تكون لينا. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، يبقى احنا بندعو الى الله بالايه؟ بالحكمه، مش باللكمه، مش بالبوكس، احنا بندعو الى الله بالكلمه الطيبه. كن بشوشا بين الناس، ما تخليش الناس تقول لك اصطبحنا بدقن مين النهارده، خليك ايه؟ يعني خليك بقى، في ناس كده تقول لك يا عم الشيخ اعوذ بالله، يا عم ده منظر، ده الواحد بيخاف يشوفه، ليه تخلي الناس تقول كده؟ يعني كن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بساما يبتسم في وجه الناس، كان بشوشا، وجعل من الصدقات التبسم، انت متخيل ان البسمه صدقه؟ تبسمك في وجه اخيك صدقه، فتبسم في وجوه الناس، وتكلم مع الناس بلين، وتكلم برفق، وادعوهم الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه، وبشرهم بالخير. في ناس نعم تاتي بالترهيب، لكن في ناس كثيره بتاتي بالترغيب. طب ليه ما ترغبوش؟ لما يكون واحد لما تذكروا بالله وتذكروا بالجنة ونعيم الجنة تلاقيه لان كده ورق واشتاق إلى الله، طب ما تخليك معاه بالليل، مش كله بالنار. يعني إيه؟ في ناس تكلمهم عن النار وفي ناس تكلمهم عن الجنة، خليك كده متوازن. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العذاب وذكر النعيم، ذكر النار وذكر الجنة، ذكر أوصافه سبحانه وتعالى التي فيها مغفرة ورحمة ورأفة بالعباد، وذكر أيضا الأوصاف التي فيها شدة وفيها قوة وفيها بأس وفيها عزة. ليه؟ عشان العبد يستقيم على أمر الله، يبقى فيه موازنة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، يبقى غفور رحيم وعذابه عذاب أليم وهكذا. قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فبشر الناس بالخير. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. يعني واحد بيقول لعبد الله بن مسعود: أنت بتذكرنا وبتدينا درس كل خميس فقط ليه؟ ده احنا نتمنى أن أنت تكلمنا كل يوم عن الله وعن الرسول، كل يوم تدينا درس. فماذا قال عبد الله بن مسعود؟ قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. شوف بيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن العبرة ليست بكثرة الكلام، فخير الكلام ما قل ودل،
والإنسان بطبعه يمل ويسأم، لا سيما في زماننا هذا الذي اعتاد الناس فيه على مشاهدة الإنترنت والفضائيات والكلام، بقى يسأم وبقى يمل حتى من الدروس ومن الخطب. فيعني الإنسان يرفق بهم، لا يتخولهم بالموعظة كثيرا إنما خشية السامة عليهم حتى لا يسأموا ويملوا. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول، معاوية يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بك خيرا يفقهك في الدين، يعني يفهمك في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنيمة بين الناس لكن بإذن من الله وبأمر من الله، حتى لا يلوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش واحد يقول للنبي إيه أنت اديت ده وما اديتنيش، أو اديت ده أكتر مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبرئ ذمته ويقول أنا قاسم فقط، أقسم ما أمرني الله به، إنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة أو قائمة، يبقى الصحيح هنا قائمة، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيظل فيها الخير إلى يوم القيامة، مهما ضل من ضل وشرد من شرد وابتعد من بعد وفتن من فتن، سيظل في هذه الأمة طائفة ثابتة على أمر الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يجعلنا منهم. سيظل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هو متمسك بكتاب الله وسنة رسول الله إلى يوم القيامة، مهما تنتشر الفتن ومهما تكثر المغريات سيظل متمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الفهم في العلم، يبقى احنا عندنا علم وعندنا الفهم في العلم، يعني ممكن إنسان يكون عنده علم، والمقصود هنا كثرة المسائل، يعني عنده مسائل كثيرة لكن ليس عنده فهم في العلم. الفهم في العلم درجة أعلى من مجرد العلم، ممكن الإنسان يكون عنده علم بالمسألة لكن ما عندوش فهم، ولذلك لا يستطيع أن يستنبط مما عنده وينزله على الواقع الذي هو فيه. هو عنده القرآن وعنده السنة وعنده الآيات وعنده كلام العلماء، لكن لما تأتيه مسألة مستجدة ما يعرفش يتعامل معاها. طب ازاي ده انت عندك علم؟ اه عنده علم بس ما عندوش فهم في العلم، ولذلك لم يستطع ان يتعامل مع المجريات والمعطيات والمستجدات التي تستجد في الحياة، مش عارف يتعامل معها. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هو ده بقى الفهم في العلم. شوف بعض الصحابة كانوا يجلسون، ومن كبار الصحابة منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ومع ذلك فاتتهم هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عن شجرة مثلها كمثل المؤمن، الصحابة كل واحد ذهب ذهنه في أشجار المدينة إلا عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر أصغر القوم، خطر في بالي أنها النخلة، قال هي التي تشبه المؤمن. طب ليه النخلة تشبه المؤمن؟ ما هو ده بقى الفهم في العلم، ما وجه الشبه بين النخلة وبين المؤمن؟ قالوا لأن المؤمن كله خير والنخلة كلها خير،
النخلة ينتفع بكل شيء فيها، ما فيش حاجة في النخلة لا ينتفع بها، الجريد، الليف، الثمر، كل ما في النخلة ينتفع به. وكذلك المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. المؤمن كالنخلة يثمر وينتفع الناس بثمره، فإذا رزقه الله علما نفع الناس بعلمه، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وعلم الناس الخير وهكذا. وإذا رزقه الله مالا انتفع الناس بماله، تصدق على هذا وأنفق على هذا وزوج هذه وكفل يتيما وهكذا. وإذا رزقه الله تبارك وتعالى سلطة وكان له نفوذ بين الناس، انتفع الناس بسلطته وانتفع الناس بنفوذه، فيأتي للضعيف بحقه من القوي، ويأتي للمظلوم بحقه من الظالم، ويدافع عن المظلومين بهذه السلطة فينتفع به، ينتفع الناس جميعا به وهكذا. فمهم جدا الفهم في العلم. الخوارج كان عندهم علم في بعض المسائل، لكن لم يكن عندهم فهم، لم يرزقهم الله الفهم، ولذلك كان يقرأ القرآن لا يجاوز حناجرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني بيخرجوا من الدين زي ما السهم بيخرج من الرمية، يعني الذي يصطاده الإنسان الفريسة، يعني شوف انت السهم لما ينطلق بسرعة جدا لدرجة انه يدخل في الفريسة ويخرج منها، هكذا يخرجون من الدين. طب ازاي ده حافظين القرآن وبيصوموا وبيصلوا، لكن ليس عندهم فهم في العلم، ولذلك سوء فهمهم حملهم على تكفير المسلمين وعلى تكفير بعض الصحابة وعلى استحلال دماء بعض الصحابة، حتى أنهم قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شوف وصل درجة إيه، وبيقرأ قرآن والكلام ده كله، لكن لم ينتفع بالعلم. فمهم جدا أن تنتفع بالعلم، مهم جدا أن تنتفع بما يرزقك الله به من آيات وأحاديث وعلم، تفهم في العلم. وإن شاء الله للحديث بقية بإذن الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم سدد رميهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم، جرحى فداوهم، اللهم حرر بيت المقدس من أيدي اليهود، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن أيدهم وسددهم، اللهم انتقم منهم، اللهم أحصم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم أحصم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب اهزم اليهود وزلزلهم، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم لا ترفع لهم في فلسطين راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم املأ قلوبهم فزعا ورعبا، اللهم اجعلهم يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، اللهم سلط عليهم الأسقام والأوجاع والأمراض التي لا علاج لها، اللهم سلط عليهم الأمراض التي لا علاج لها، وسلط عليهم الأوبئة وانتقم منهم يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.